alaikum. Nabita chia. Bishra. Bishra. How many years have you been here? I've been here 10 years. I've been here 10 years. Inshallah, he'll go and look. No, inshallah, he'll go. But he'll go. جاي من تركيا يقول ما يقدر يمشي شلل انا طرت لبنقاوي بس لا تخاف في مدرسه مدرسه هسه بتحصى 10 سنوات ما يمشي ان شاء الله يمشي باذن الله تعالى هاي قام نادي شيا نادي شو اسمه؟ مهدي يا ايها الناس قد جاءنا ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وسلم وشفاء ورحمة ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. في تركيا لا كذا زين تركيا. زاخر. زاخر. سرشاوان يقول جاي من تركيا. جاي بس يقول بينا. سرى. سرى من هسه سيدي. من هسه سيدي. يا سيدي. لو كان قال شو الصلوات يبدا. 10 سنوات ما يمشي ان شاء الله سيدي. من رقمات اكيد. اللهم صل على محمد وآل محمد سيدنا مدرسة يلا مدرسة إذا كان في ما طيبي تبغى السينات ورد السيدة ورد السيدة بيشة بيشة ما شاء يلا السيدة اللهم صل على محمد نتسى بالسيدة بيشة نتسى خش كامل نتسى ما بعد نتسى ولا يلا ولا تسعى يلا ولا صلاة دي ولا ولا بلا صلاة ولا ما ولا 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 دي يلا ولا ولا يلا السيدة اللهم صل على محمد ولا لا تسعى ولا ولا السيدة ولا لا تنسى لا تنسى اللهم صل على 10 سنوات ما يمشي يمشي جماعة خلينا نصلي على النبي اللهم صل على كليته خوش ها تعالوا ندرس ولا 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 السيدة ولا ندرس هذه الله 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 يا حيانا ترجع الى التوحيد والقران والسنه عشي صار ما يمشي جاي بتركيا تجي امشي لا ترسى يلا في داري يلا في خداري في برنكا الله 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 يا اللهم صل على محمد وال محمد ليت اخوش الله اجمع زي قراني في الوز لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله محمد رسول الله 10 سنوات ما يمشي هسه يمشي باذن الله يلا بربا فينا ترسى جاي بتركيا تشافيك كل تركيا يلا في خبيه سريع 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 والله سريع مام بيش حلو حلو ايه خلاص خلاص يلا مام في قعيد ثاني اوش معجزه القران وهذا هو معجزه القران القران هو الشفاء رب العالمين هو الشافي واني السبب وصلى الله على سيدنا وعلى عزتي قال ابنك لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله محمد رسول الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته خش يا ابن